حسبتكم مرحبا بكم المواد اليوم مع حديث الساعة على الوطنية الأولى يوميا. لنا شرف أن نرافقكم على امتداد أكثر من 50 دقيقة إلى موعد الأخبار الرئيسية، ونقرأ معكم عناوين الجرائد اليومية، عناوين المواقع الإلكترونية، ونقرأ معكم الأحداث الأنية. والأحداث الأنية في كل مرة تكون متواترة. الآن أحداث أنية عالمية نحكي عليها شوي آخر وقت اللي نتعرضوا الموضوع البنما بيبرز، أوراق بنما. هذه قضية الآن عالمية في استقصاء عالمي تشارك فيه أكثر من 80 هيئة تحرير عالمية، وتخص شخصيات عالمية ورياضية ومرموقة في الدول، ومنها اللي ما زالت في صدة الحكم التجأت إلى بنما للتهريب الضريبي. نرجع للموضوع شوي آخر مع أمال حاجة علي الصحفية بويب ماناجر سنتر، ومع مدام حميدة البورة رئيس المديرة العامة لوكالة تنسيق الأنباء، ومع معز الجودي رجل الاقتصاد. المهم في الموضوع أنه شوية آخر زاد كذلك مداخلة هاتفية من البرتغال مع مالك الخضراوي مدير نشرية موقع انكفاضة الاستقصائي التونسي، اللي هو يهتم مباشرة بالشأن التونسي في عملية أوراق بنما. ولذا كونوا في الموعد إن شاء الله مع 7:30 نتاع العشية الموعد مع مالك الخضراوي في أول مداخلة هاتفية لهذا الموقع ومداخلة إعلامية بعد نوع من الصمت اللي كان موجود عند فريق هذا الموقع الإلكتروني. لكن قبل المواد باش يكون مع محمد علي بن جمعة. مرحبا بك محمد علي، شكرا ليك الفنان الممثل محمد علي بن جمعة اللي فرحان ياسر اللي موجود معي في البلاتو. شوية آخر نقوله قوم ابني ابني شنو، تنشوفوا شوية آخر بعد ما نقراو عناوين الجرائد اليومية، وننطلق مع جريدة لوتان لعنونة أديو بويت، وداعا يا شاعر. بطبيعة الحال لمسة الوفاء الوطنية من عند كل الأطراف إلى الصغير أولاد أحمد. وداعا يا شاعر اليوم في جريدة لوتان في علاقة بموضوع بنما جيت، نقرأ في نفس الجريدة اون تومبيت دون ان فيغ دو، عاصفة في فنجان بالنسبة للبعض. هذا زاد كذلك نتعرضوا له شوية آخر، مهم ولا غير مهم هذا التسريب العالمي. جريدة المغرب تكتب على رحيل ولد الخضرة، هذا الذي أحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد. وعلى خلفية الوقفة الاحتجاجية اللي نظموها القضاة البارح تنديدا بقانون المجلس الأعلى للقضاء، حوار مع رئيسة جمعية القضاة تحت عنوان روض القرافي رمزية الصمت تعبير احتجاجي وتصريحات البحيري إهانة للقضاة. جريدة الصحافة هي زادة تنعى فقيد الساحة الشعرية والثقافية العربية والتونسية وتنشر أولاد أحمد سنحبك أكثر. وتتسائل نفس الجريدة في من جهة أخرى الصحافة، فهل نحن في حاجة إلى قائمة بنما بيبرز، بما أنه عناوين الفساد في تونس معروفة حسب تعريف وتعبير الجريدة. في صلة بنفس الموضوع بنما جيت تنشر نفس الجريدة جريدة الصحافة، وزير العدل يأذن بمتابعة الملف وإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء. وفي علاقة بالمجلس الوزاري المضيق حول الاستراتيجية الوطنية الوظيفة العمومية ولا حوكمة ومكافحة الفساد اللي صار البارح، نقراو تعزيز الحوكمة بالقطاع العمومي ومقاومة الفساد والرشوة. تعداو جريدة لابريس تقول اليوم لو غران بويت رجوان ليز إتوال، الشاعر الكبير يلتحق بالنجوم. واليوم زادت تونس تحيي الذكرى 16 لرحيل الزعيم لحبيب بورقيبة، والعنوان بلوس كو جامي فيديل سي لحبيب، أكثر من أي وقت وفيون لسي لحبيب. يمكن زودت لها شوية لابريس. وفي الملحق الاقتصادي لابريس نقرأ وزاد إن سيتواسيون توجور بارادوكسال، ولا يزال الوضع متناقض بالنسبة لجريدة لابريس. جريدة الصباح نقرأ فيها اليوم وزارة العدل تتحرك، عقوبات المورطين في وثائق بنما قد تصل إلى 10 سنوات سجن. احنا تنحاول نفهم الملف الحقيقة من كل جوانبه شوية آخر. في تقرير مندوب حماية الطفولة لسنة 2015 نقرأه 447 طفل ضحايا الاعتداء الجنسي و184 حالة انتحار، الحقيقة أرقام مقلقة ومفزعة. جريدة لو كوتيديان بدورها تتساءل لا ريديسيون دي كونت ايتيل بوسيبل، هل المساءلة ممكنة؟ وهذا بعد مراج من أخبار حول أسماء لتونسيين مورطين في البنما بيبرز. جريدة الصريح وباقي في ملف البنما جيت اللي هز العالم، نقرأ أسماء تونسية في القائمة الزلزال. إلى حد الآن الحقيقة ما عندنا حتى أسماء تونسية، ولذا فما شبهة وجود أسماء
تونسية، وتنشوفه مع ملك الخضراوي شوي آخر مدير نشرية موقع انكفاضة حقيقة هذا الأمر. جريدة الصريح تضيف أنه الزلزال وثائق بنما يرتد إلى البرلمان ونواب يطالبون بفتح تحقيق والنيابة العمومية تتحرك. جريدة الضمير على غرار الجريدة التونسية اليوم ترجع على ملف البنما بيبرز وتعنون مال وفساد تهرب جبائي وتستر على تمويل أجنبي للأحزاب. جريدة الشروق في متابعة العمليات العسكرية لجيشنا بجبل الشعابي تنشر تحقيق كامل بالصور، كاميرات للمراقبة وطائرات لملاحقة الإرهابيين. هات نختم مع جريدة التونسية وحوار مع المكلف بمشروع المنطقة الحرة ببنغردان محمد بوسعيد، يقول فيه قريبا بنغردان قطب دولي للتجارة ويضيف 120 مليار للمشروع وأكثر من 8000 موطن شغل. هذا خبر صار. محمد علي بن جمع مرحبا بك، شكرا لك موجود معي اليوم في حديث الساعة. أنا فرحان لي موجود معكم في الوطنية ومعك أنت زادة في نفس الوقت، نحبوا نبني مع بعضنا. قوم ابني، أنا قبل ما نمشي ونحكي على قوم ابني خلي نحكي شوية على محمد علي بن جمعة اللي معروف لدى التوانسة من خلال أدواره في تقريبا جزء كبير من الأفلام التونسية، تجربة مسرحية مهمة زادة كذلك، تجربة مع الجعايبي، تجارب أخرى، تجارب في أفلام وثائقية عالمية، تجارب كبيرة بالنسبة لمحمد علي بن جبا. محمد علي بن جبا قاعد يكبر، قاعد يبخوند لابوتاي يقولوا بالفرنسية، تبدل. قالوا علينا برشا في وقت ملاقات الشبان هذو، أحنا قاعدين تعداو يمكن المسؤوليات أخرى محمد علي. ولهنا تجي فكرة المخزن، أحكي لي شوية على المخزن. المخزن توا عنده 12 سنة كفضاء ثقافي يمشي ويكبر، كان قال غداخ ولا فضاء ثقافي توا في برشا نشاطات. في نفس الوقت نطمحوا انه يكبر يولي ان تياتر دو بوش، مسرح صغير يهز 100 يمكن 80 بلاصة. باب سويق، باب سويق حومة كما باب سويقة هي ممارتر سرة البلاد، سرة البلاد ممارتر متاعنا في الخمسينات ستينات سبعينات. في وقت ما وليت بعد المشروع اللي صار نفق والتجارة رخت، ولا معناها ناس تمشي وتجي وتقضي، ولا كوميرسيال أكثر منه فيه الطابع الثقافي الفني، فيه برشا حاجات مزيانة، ديار قدم، محلات قدم، كي نقولوا احنا فرقة المنار ولا جماعة السور كلها تعديت من البلاصة هذيك، مقاومين مناضلين أدباء شعراء خرجوا من البلاصة هذيك. ولذا عندك إيمان أنه الجهة كلها تنجم تكون رافعة على الثقافة، هذا أنت منذ البداية كنت تحكي. هذا هو الحلم، معناها قمت نبني عندي 12 سنة في مخزن متاع الوالد ربي فضله اللي هو كان دبو متاع السلعة. قلت أنا ميداني هو يمكن فني ثقافي، علاش ليه ما نحطش فيه مكتبة، علاش ليه ما نعلمش صغار التصوير، قدامي مكتب البيجا نتعاملوا مع المراهقين مع زادة الأطفال ومع أصحابنا الفنانين، ولا حتى سفراء يجي يطلوا على المخزن، لأنه بعد ولا في بعد 12 سنة في تحفة فنية فيها شوية تراث، ترى تصاور، ترى ميموار، نخدم على الذاكرة، تخدم على الذاكرة. ومن هنا زادة كذلك يجي فكرة قوم ابني تخرج صحيح. من المخزن اللي هو ينجم يكون فضاء زادة اللي ضيق نوعا ما الطموحاتك الفنية وإلا المشاريعك الفنية، وتقول قوم ابني وتمشي الأربع وعشرين ولاية. أحكي لنا شنو كاين واحد يحب يعمل جرانت كار ولقى المحل صغير صغير في الاسباس، لكن طموحنا كما قلت انت يكبر وماذا بينا يعم على 24 ولاية. المشروع كان مع المركز الثقافي الامريكي ووزارة الثقافة مشكورين اللي حبوا يعاونونا ساعة ماديا، يلزمنا المادة مهمة وبالافكار والثقة وثم نوعا من الكونفيونس صار اللي كان المشروع 6 ولايات فقط. فعملنا ابيل احنا للزارتيست اللي يصوروا الجرافيتي، فجاونا من برشا ولايات، قلنا مش معقول ان نصوروا ونعملوا تظاهره في 6 ولايات برك. بعديك ولينا في 24 ولاية الى حد الان صورنا وعملنا تظاهرات موسيقيه تنشيطيه اجتماعيه، وصلنا نزرعوا في النوار والجر ونحفلوها بطريقه انه نعملوا بصمه فيها الوان وفيها حاجه بوزيتيف وتهز الروح شويه. هات نفسروا للتوانسه مشروع قوم ابني على شنو مبني جوستومون، شنو فكرته الاساسيه؟ الفكره الاولى هو كونكور مسابقه نتاع جرافيتي مع 24 فنان اعمارهم من 20 ل 25 سنه، قاعدين يقترحوا علينا من هم الابطال. قوم ابني هو المشروع الاساسي اسمه هيروس بيلد، البطل يبني. بالنسبه لي كشاب شكون البطل نتاعك؟ شكون البطل نتاعك؟ صوروا خلينا نشوفوه، يكون من منطقه نتاعك. صورنا اسامه الملوني،
عصام البرهومي، صورنا المسعدي، منور سمادح، صورنا سيد احمد الله يرحمه، سيد احمد السنوسي في الكيف في التظاهره نتاع 24 ساعه مسرح في اليوم العالمي للمسرح بحضور وزيرة الثقافة. صورنا الناس في جهتهم أبطال، والتيم متاع الحكاية هو من هو البطل بالنسبة ليك. في نفس الوقت نعديو معلومة للناس، الشباب كان عنده مشروع يحب يعمله اجتماعي فني، يلون ينظف بحر يقد جنينة، يبعثنا للسيت متاعنا قوم ابني، وثم زاد كونكور آخر أحسن مشروع ياخو منحة مادية باش يتم المشروع متاعه. بيان سور احنا نكادريوه ننصحوه نكونوا معاه. كيفاش تختاروا الصور هذوما نتاع الناس اللي يتم تجسيدهم على الـ على الـ على الحيوط في الـ في الـ في الاماكن في المدارس؟ نختاروا صوره جميله في نفس الوقت كونكور، احنا ما نجموش نعاونوا الفنان انه يعمل تصويره مزيانه، لكن ننصحوه نشوفوا الكروكي. عندنا مستشار معنا سي الزحاف اللي هو فنان من بنزرت، يكادري الاولاد هذوما، نخصصوا لهم الماتريال ويصوروا التصويره هذه بالجرافيتي بال بارتوش. ماك تعرف انت الاماكن كيفاش تختاروه؟ الاماكن من الاول كان ثم صعوبه مع الخواص الحقيقه، لكن المعاهد الليسيات سبيتار فويي دار ثقافه تعاملوا معنا بالكدا ووفرونا الفضاء. في نفس الوقت قوم ثم تظاهره ثقافيه في النهار هذاك، كوسوا موسيقيه والا فريق قوم ابن يمشي الى ولايه يختار شخصيه ويختار الصورة هذيك اللي باش يتم تصويرها، وفي نفس الوقت يختار الحيط والشبان يتلموا وتعملوا حفلة ونصوروا وتصور يوصلوا ب 8-10 متر وتصور كبار. أول مرة يكون ثم جرافيتي في تونس بالحجم هذاك، ونفس الوقت دي بورتري شخصيات من هو البطل. خلنا نعطيو احنا أبطال دي ليدر بوزيتيف مثقفين ودباء شعراء فنانين دي سبورتيف عطاو لتونس. معناها كي نقولوا احنا اسامه الملولي او عصام البرهومي او صالح الماجري تو يلعب في الان بي اي في دالاس، يعطي تصويره ايجابيه للشاب، على خاطر في وقت ما حكينا احنا في الكوليس اللي دخلت الباك ولات فيها نلقاو بن لادن وبابلو سكوبار ورموز ان تعطي للعنف للتطرف، تعطي للادمان للمخدرات. خلنا نعطيو دي سامبول عطاو لتونس، ماتوا الله يرحمهم او حيين ربي فضلهم باش يعطيو تصويره باهيه وايجابيه. شبان يعرفوهم الشخصيات هذوما؟ يعرفوهم، واذا ما يعرفوهمش الفنان يعرفهم اللي يصور. لكن اللي تعدى من نهارتها من ليفينمون او اللي تعدى كل يوم صباح يشوف التصويره هذيا يلقى الاسم، يلقى تاريخ الولاده او اذا توفى يتعرف عليه، يدخل على الانترنت. في نفس الوقت نعديه احنا ديتراكت باش نفسروا المشروع نتاعنا، باش يدخل هو على الانترنت، في الانترنت يلقى مع التصويره جرافيتي يلقى زادة وصف وشكون الشخصيه هذيا، شكون وش عمل للبلاد. كما مثلا الشخصيه الزينه الاستاذه اللي هي راعيه الغنم وهي استاذه في المات في زغوان، عملنا لها تكريم والتصويره نتاعها، وان شاء الله هي بالدبلوم نتاعها توا تلقى خدمه. محمد علي طريقه الحقيقه ذكيه جدا لاعاده احتواء الفضاء، خدمه على الذاكره، خدمه على اساس انه الشاب ما يمشيش يكون عنده شخصيات مغروم بهم اللي هي شخصيات سلبيه. هذا الكل الحقيقه نثمنوه ممتاز، نهنيكم على نهنيك على الخدمه هذه. شباب كيفاش تعامل معاكم؟ كان متقبل عينه ما عينوش شي حب عندي هذا يا سي محمد علي جاي يقول لي صور وما صور كيفاش كان التقبل؟ هي البروفوكاسيون كيفاش تصير؟ بروفوكاسيون بالميتافور الايجابي، انك تصور شخصيه من بلاده، انه الفنان يكون من بلاده. علاش التظاهرات الكبيره تصير في العاصمه؟ انت كي عملت ديبلاسمون ومشيت بحذاه زرته في القريه نتاعو او زرته في المكان نتاعو، هذاك يراه هو زاد يرحب بك كضيف، في نفس الوقت كبرت به يحب زاد يشمر على ذراعه ويدخل معاك في الاكسيون بالعرق بالجبين بالتنظيف بالباله والبيوش يحفر حفره شحكيو ويحط على فيها شجره. اش يحكيو على البلاد الصغار؟ اش يحكيو؟ يعتبروا انه فما ديناميكيه، فاهمين اللي فما ديناميكيه، فاهمين البلاد تغيرت 5 سنين التالي، مش فاهمين، ما يهمهمش الشان العام ولا يهمهم الشان العام. شنو رايك؟ شنو قعد لك انطباع عام من الخدمه هذه؟ وشويه خاطر نحكيو على الولايات اللي خدمت فيها. الانطباع العام اللي هو ثم طاقه اي موجوده يفولا كاناليزي نتاع الشباب، ذكاء فتنه تثمينها، يزمك تطل عليهم ديما وتحكي معاهم وتحللهم افاق، مش معناها موسميه
او مهرجانات صيفيه او يوم عالمي الكذا ويمشي، يلزم استمراريه. معناها انا وحدي ما نجمش نصفق، يد واحده ما تصفقش. في نفس الوقت انا معايا الفريق بيده، هو نشكر اللي معايا فريق نتاع قوم ابني اللي هو معناها قاعد يخدم وفي خدمه كبيره. ومن الاول معناها كي راهو ناس ساعات صغير عمره 20 25، ساعات ثم نظرة متاع ما زلت صغير ما تعرفش يمكن تغلط دونية. كي تعطيه الفرصة خليه يغلط باش يتعلم، أما تمنعه جملة عمره لا تولي عنده إكسبيريونس. تتفكر قداش من مرة احنا قالونا واحنا صغار ما عندكش تجربة. التجربة كيفاش تصير؟ يزمك تفعل تعمل، يزمك تقوم تبني. السلوغون قوم ابني يزم القاعات، يزم التنبير، قوم ابني اعمل حاجة، اكتب فكرة، ابعث لنا فكرة. ما تعرفش تكتبها مليح ما يسالش، أما اعمل تصويرة. تو التكنولوجيا تخلينا نقربوا لبعضنا. السيت نتاعنا قوم ابني قاعد يغسوا بوكو دو بروجي باش نحطوهم بعديك بالفوت احسن بروجي نعاونوه. مثلا جاوني بنات من ناجل باشا يحبوا يعملوا مسرح وفضاء ثقافي في الكاف نتاع ناجل باشا اللي هو في الاصل فضاء ثقافي ولا ديبارا ولا كله لوح. البنات هذوما عمرهم 14 5 سنين، شو كيفاش خموا انهم يقترحوا على الناس، على السبونسور، على الوزاره، على نحن، على المخزن، انهم يعملوا فضاء يعملوا فيه يمارسوا فيه الثقافه. وهذا حاجه ايجابيه. في برشا بلايص الناس تحب تعمل سبور، صحيح الكره ماخذه حظ كبير، لكن يقول لك صالح المجري وصل يلعب في امريكا، نجم نوصل حتى انا. انت تقول له راهو وصل، اسامه الملولي راهو 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 مثقف وعنده دبلومات، راهو الرياضه بركه وحدها يمكن ثم ما ثمش توازن. يزمك تكمل تقرا، يزمك تتغرم بالفن، يزمك تاخذ ديكور، يزمك زاد تقترح. لنا ولايات مشيتوا الى حد الان، وين ماشيين من بعد؟ مشينا بنزرت، اريانا، تونس، منوبه، بن عروس، زغوان، الكاف، نابل، سوسه، مستير، مهديه، قروان، مدنين، قفصه، قابس، توز، درس فاقس، جندوبه، سيدي بوزيد باش نمشيو لها عن قريب، لو نوف في قفصه باش نصوروا الشرايتي، كنا في قابس صورنا عبد السلام الله يرحمه الشهيد، شهيد اللي مات في بنقردان، عبد السلام السعفي اللي عملنا له تصويره كبيره والجهه الكل فرحت. وفي نفس الوقت مثلا منور سمادح صورناه في ليسي اسمه ابو قاسم الشابي. قداش ثم ترابط، قداش الاقتراح يصير في محل مثلا كبير اسمه ابو قاسم الشابي ان تجي تصور منور سمادح. كي تقول منور سمادح بالله خن ونترحموا على ولاد احمد الله يرحمه ونعمه. منور سمادح قال: يهدر الشعر في الناس وتحيا الكلمات ويموتون بلا ذكرى وتبقى الكلمات. متفاهمين؟ قالها عنده 40 سنه. منور سمادح زادت ظلم كي نحطوه في ولايته في نفطه في توزر، زاد نذكروا الشباب اللي كان عندنا شاعر كبير كما منور سمادح، كما دادا فقدنا الشاعر الكبير ولاد احمد الله يرحمه وينعمه ويصبر اهله، وان شاء الله نعملوا تكريم كبير ليه في سيدي بوزيد في بلاده. ممتاز الحقيقه، يعطيك الصحه محمد علي ويعطيك الصحه للفريق الكل. الان هات نفكروا شويه مع بعض، نحن في دور المثقف وفي دور الفنان وفي دور الناس اللي معروفين زاد شويه واللي مطالبين انهم يمكن يقوموا بهالمرافقه هذه. الى حد الان من الثورة إلى الآن، نذكر أنت مثلا الأيام الأولى للثورة كنت منتج لأغاني وعملت أغاني والأغاني ضربت، ومنتج لدي رابور جون ولي رابور صغار. الآن المثقف اش عمل من 2011 إلى حد الآن؟ هل اطلع بدوره ولا لا؟ هل هناك فضاءات جديدة للاكتساح؟ اليوم وقت نشوفك تتحرك في الجهات هكا ونشوف الخدمة على الشباب، أنا نتمنى راهو فما 20 محمد علي بن جمع. هو ثم سور ثم، يزم الناس تتحرك شوية وطنية، نحيو شوية النرجسية وأنانية متاع الفنان، أنه زاد يحط النوتوريتي والإيماج دو مارك متاعه في خدمة بلاده، في خدمة الجهة متاعه. نتصور ثم برشا الناس قاعدة تتحرك، ماذا بينا نداء الناس كل تتحرك وتقوم تبني معنا، تبني البلاد، تبني الأفكار، تبني أحلام. حكيت لك على ثم فنان تونسي مشى في حومة شعبية في مصر لون الدنيا الكل. أي صحيح، عنده إيفي، عنده وقع على العباد. كي تنظف انت يراك قاعده تنظف، يقول لك عيب علي انا ما ننظفش. معناها تقول له ما تمسخش بلادك، حاول انك تعيش صحيح بظروف صعيبه ماديه. راهو الماده مش هي الحل، زاد الماده لازم منها، لكن كي تكون ثم ثقافه. ما جبتنيش على دور المثقف الى حد الان، تعتبره احنا ماناش دور مهم دور المثقف، لكن كافي اللي تعملي لحد الان ولا مازلنا بعاد؟ مازلنا بعاد الحقيقه، مازلنا بعاد، على خاطر كي نشوف انا فضاءات ثقافيه قاعده تتحل، ثم امل، ثم
فضاء مازال كيتحل في قفصه. ان تياتر دو بوش وغاليري دار ومكتبه وقهوه صغيره. خدمه كبيره قبيله منصف ذويب في صفاقس مثلا زاد كذا. نحييو منصف ذويب، نحييو زاد غازي الزغباني، صالح حموده، نحييو الناس اللي علمونا وراونا كيما توفيق جبالي، كيما رجب بن عمار ومنصف الصايم في الفضاءات نتاعهم، نور الدين الورغي، الحمراء توا بسيرين قنون قاعده زاد مواصله ماخذ المشعل من عند المرحوم عزين قنون. الفضاءات هذه ما يلزمش تقعد في العاصمه، هذه المشكله. يلزمنا نحلوا فضاءات خاصة ونعاونوهم ونوقفوا معاهم في الجهات الكل. خلينا نبعث لبعيد بسؤال أخير محمد علي، نذكر قوم ابني وتنجموا تلقاو كل شيء على الفيسبوك على الموقع نتاع قوم ابني وتشاركوا انتوما صغار اللي يتفرجوا فينا صغار ولا كبار في كل الحالات. هو النداء للمشاريع، اللي عنده مشروع يقدمه، مشروع يقدموا المشروع هذايا، المشروع الثقافي. حرب على الإرهاب، ودي كنت تتكلم على راهو مهمة ياسر كلمة ليكونوغرافي، معناها الرموز، الناس اللي تنجم ترمز. اليوم بالرمز داعش اكتسحت وبالدم وبالصورة خلات الرعب يعم في العالم. صحيح. ولذا اليوم هذا الدور يبدو تقريبا معناتها ممتاز جدا في علاقة بأنه يرجعوا الشباب إلى نوع من الليدنتيفيكاسيون، أنهم يعرفوا ويتعرفوا على ذكرتهم، على الناس اللي نجموا يكونوا ناس يقدموا لهم المثل الاعلى. مهم فكره المثل الاعلى، تقولش علينا ما عندنا حتى حد ينجم يكون مثل الاعلى. علاش تسافر في البلدان تلقى مالكوم اكس لتركينج ومايكل جاكسون وتلقى اسامي كبيره، تلقى كينيدي، علاش ما تحوش في تونس زاد تلقى حيوت كبيره فيها رموز، حتى الاجنبي يقول لك شكون هذا ويبحث عليه. شكون هذا؟ هنا نحكيو على الطفل اللي عمره 5 و10 و15 سنة، المراهق لازم يعرف تاريخه، على خاطر في وقت ما التاريخ زاد تحرف. يزمك تعرف تاريخك، يزمك تعرف صالح بن يوسف شكون، يزمك تعرف فلان شكون، يزمك زادة تقول اللي في تونس ثم ناس كيقولوا احنا 9 فبراير عيد الشهداء، من هم الشهداء؟ شكون اللي ماتوا؟ صافي سعيد، مانيش موافقه في برشا حاجات، لكن الوقت اللي يقول تونس ناقصه تماثيل وتونس ناقصه ذاكره وتونس ناقصه وقتها الحقيقه نوافقه، هذا 100% يتمشى مع كلامك. شكرا لك محمد علي، بارك الله فيك، حظ سعيد. الموعد الجاي قوم ابني وين؟ قفصة نهار 9 في الليسي، باش نعملوا حفلة موسيقية ونصوروا الشهيد والمناضل شرايتي. نهار 15 في بنزرت. ما تعدني المرة الجاية يدور لي في 15 يدور لي نجم نجي معاك. مرحبا. 15 في بنزرت في الماجستيك. نحيي الناس اللي حلت السينما هذيك اللي كانت مسكرة. عندنا صبري عتروس واللكعي رابور من بنزرت، باش نعملوا حفلة نهار 15 اللي في بنزرت، مرحبا بهم. في نفس الوقت نشكر المركز الثقافي الأمريكي اللي عطانا الثقة ودعمنا، وزارة الثقافة والناس اللي تتعامل معنا في الليسيات مع المندوبيات تاع التعليم، يعطيهم الصحة، فريقهم ابني يعطي الصحة، وأنت مشكور على الانفيتاسيون. مرحبا بك محمد علي، بارك الله فيك، شكرا لك على قبول الدعوة. قوم ابني مع محمد علي بن جمعة، لكن معكم أنتوما خاصة، هو ما غير مشاريعكم ما ينجم يعمل حتى شيء. موعد مع معرض الصحافة الرقمية، وشوي آخر نستقبل معز الجودي، حميدة البورو، أمال حاجة علي. نفتتح موعد الصحافة الرقمية بموقع سليت أفريك وعنوان أون تونيزي لي ريفيلاسيون دو بنما بيبرز نو باس با، الكشف عن أوراق بنما لا يمر في تونس. هذا نحكيو عليه شوي آخر وقت يكون فما مداخلة هاتفية مع ملك الخضراوي مدير نشرية موقع انكفاضة. الموقع الجريدة جريدة لوكوغي انترناسيونال بدوره يعانون بنفس الموضوع. لو سيت انكفاضة بيغاتي ابخي دي ريفيلاسيون سور لي بنما بيبرز، الموقع انكفاضة يقرصن بعد نشره لكشف يخص اوراق بنما. وفي الاثناء موقع اليوم السابع يعنون تونس تحقق مع الواردين اسمائهم في وثائق بنما. موقع سي ان ان العربيه يعنون عبر وزاره الماليه تونس اول دوله عربيه تفتح تحقيقا في وثائق بنما. ما فهمت انه تقريبا ردود الفعل عالميه في علاقه بهذا الموضوع. في مجال اخر موقع اذاعه براها التشيكيه يعنون توريزم لي تشيك نون با ابوندوني لا تونيزي مي لي في ريفنير دوموند دو تون اي دو ترافاي، السياحه التشيك لم يتخلوا عن تونس ولكن عودتهم تتطلب المزيد من الوقت ومن المجهود. موقع افريكان مانجير يعنون لوجي تي تي لانس لا كومبان ناسيونال ميد ان تونيزيا بور ديفوندر لو برودوي تونيزيان، الاتحاد العام التونسي للشغل يطلق الحمله الوطنيه صنع في تونس للدفاع عن المنتوج التونسي، وننهي بموقع تونس الرقم
الرقمية وعنوان اتحاد الشغل الترفيع في سن التقاعد مسألة اختيارية. يمكن مش نتجه عن قريب في حديث حول سن التقاعد، ويمكن زاد نتجه عن قريب في حديث عن تنقيح في الدستور، بما أنه البعض من النواب في مجلس نواب الشعب عندنا كتلة نداء تونس يطالبوا بتنقيح في الدستور. مرحبا بمعز الجودي. مرحبا بك معز الجودي رجل الاقتصاد. مرحبا بأمال حاجة عليلة صحفية ورئيس تحرير بويب مانجر سنتر، شكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا بك مدام حميدة البور رئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الحقيقة مرحبا بك على خاطر هذه أول مرة معايا في بلاتو وفي موضوع حساس. موضوع هذايا الآن البعض من التوانسة الحقيقة مش فاهمينه بالقدا، يسمعوا في حديث في بقة برشا كلام برشا كلام شنو هالبنما بيبرز، يمكن حتى تسميته بالإنجليزية صعيبة. احنا نحكيه الآن على إحدى كبرى عمليات تسريب الوثائق للصحافة في التاريخ. الوثائق هذه سلمها مصدر مجهول 11.5 مليون ملف سري من سجلات شركة موساك فونسيكا واللي مقرها في بنما. المصدر هذا سلم الأوراق هذه والسجلات هذه اللي قدمت خدمات 72 من قادة دول العالم الحاليين والسابقين، بعضهم قامت ضدهم ثورات واحتجاجات تهدف في النهاية إلى إخفاء أموالهم عن أعين الضرائب والرقابة، ولا وإلى عدم إثارة الكثير من الأسئلة على مصادرها الفلوس هذه منين جاية وشرعية الحصول عليها. بعض الأرقام السريعة، احنا إذا 100 وسيلة إعلامية شاركت في هذا العمل الاستقصائي، 100 وسيلة إعلامية، 380 صحافي عالميا في مؤسسات عالمية شاركوا في هذا الاستقصاء، 11.5 مليون ملف اللي يمثلوا 2.6 تترابايت، معناها برشا 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 معلومات. المعلومات هذه تخص 128 سياسي إلى حد الآن ثابت تورطهم في هذا التهريب الجبائي، يخص 14153 حريف، 15500 مؤسسة، 500 بنك، ولا المكتب اللي تم منه تسريب هذه الملفات هو مكتب موساك فونسيكا اللي موجود بطبيعة الحال في بنما. هات نبدأ معاك معز الجودي ساعة بعض الأسئلة المبدئية. ما معنى تهريب جبائي؟ ما معنى شركة أوفشور؟ وهل يعني اللي عنده شركة هكا مصدرة كليا وأوفشور، هل يعني معناه في كل حالات تهريب جبائي وإلا لا؟ يعطيك الصحة الياس، خطر السؤالات مهمة للغاية هذوما، وهذا إش لازمنا نفسره للتوانسة والمواطنين، خطر ساعة ساعة المواطنين يحطوا لهم دي كليشي دي ستيريوتيب في مخاخهم، يتصيرك الكونفوزيون، يصيرك الخلط هذاك، يسخيلوا كل شيء معناتها سيء وكل شيء ماهوش باهي. كيما حكيت البنك لازار وقت اللي جات لتونس ما تصعبش عليك، اقعد لي في السؤال، فهمتي معناتها شيطان بيها. ما معنى شركة أوفشور؟ ألور شركة أوفشور، ساعة نبداو بجنب الضريبية خاطر هما الحاضنة وبعد نمشيو لشركات أوفشور. باهي، ثما سكولابيل هذوما لي بارادي فيسكو، جنب الضريبية فما أنواع، فما ما يعبر عنهم بالبلدان ذات التسهيلات الجبائية، مثلا كما لوكسمبور ولا سويسرا، هذوما اسمهم دي بي أفاسيليتي فيسكال. به، وثم جنات ضريبية بأتم معنى الكلمة لي بارادي فيسكو اللي هما او نومبر دون ترونتين، معناتها 30 ابري قرابة 30 في العالم موجودين. لي زيل فيرج بريتانيك، البنما معروفة أنها بارادي فيسكال، لي كارايب، البهاماس، ليل دو مون، جيرزي، فوالا. دونك ثم معناتها سيشيل معروفة أنها جنة ضريبية. هذوما شنو حكيتهم؟ هذوما المنظومة الاقتصادية والمالية نتاعهم كلها قائمة على الأوباسيتي، وكلها قائمة على شركات الأوفشور. شو ما شركات الأوفشور؟ معناتها شركات غير مقيمة في بلدانها وبلدان الرأس مال اللي يجي منها، ويجيوا في جنة الضريبية هذه يتكونوا، وجنة الضريبية هذه تسمح لهم بالتسهيلات كلها. ساعة أول حاجة شركات هذه في جنة الضريبية تنجم في نهار تكون شركة، في نهار به، وتنجم تكون العديد من الشركات وتجيب اسامي شكون نابل دي بريت نو، ولي كابيني سبيسياليزي كيما فونسيكا هذم اللي يقوموا بالعمليات. مثلا نعطي مثال باش تبدا الامور مبسطه، نتصل به نقول له نحب شركه، نحل شركه عندك في بنما، هو يقوم بكل الاجراءات باش انا نحل شركه. فوالا، هو فما انسان من الاول، الشخص هذايا والانسان هذايا عنده مبلغ مالي، المبلغ المالي هذايا ينجم هو ما يحبش يدفع عليه جبايه، يحب يخرجوا في بلاده، يحب يخرجوا من المنظومه الجبائيه نتاع بلاده، ينجم يكون المبلغ هذاك فيه نوع من الشكوك، معناتها جاي من المخدرات ولا جاي من ترافيك دارم، ينجم يكون كوميسيون عموله ماخوها راجل السياسه
ومش تصبش في البلاد نتاعو، يقول صب هذه فك البقعه هذه، تبيع الطياره ولا تشري تتعمل مشروع كبير ولا اي الفلوس هذيك تصب في الجنه الضريبيه هذه. فوالا وفما شكون عنده اون اوتر موتيفاسيون، شنو الموتيفاسيون نتاعو؟ مثلا يحب هو انسان ثري ويحب يشري يخت ويحب يشري مثلا ديار في بلدان اخرى، وما يحبش السيستم فيسكال نتاعو يفيق به بهالشركه هذوما، واش عنده واش ما عندوش. دونك يجي يكون هو شركه اوف شور في الجنه الضريبيه هذه، وكل شيء يكتبه باسم الشركه هذه. السؤال الان هذا واضح أي. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم نيه مقعمز، الناس اللي يحبوا يهربوا من خلاص الضريبة في بلادهم. لكن هل يعني هذا وقت اللي نحل شركة أوفشور وجوبا أني أنا متهرب لا باقي؟ لا لا مش وجوبا، تنجم تكون العملية قانونية. قانونية مثلا بالنسبة لمواطن تونسي كانوا ماهوش مقيم، معناتها سي با ريزيدون فيسكال، عدد الايام اللي عاديهم في تونس في البرة اقل من عدد الايام في السنة عاديهم في تونس، اني با ريزيدون تنجم تشوفه انت في تونس، مي هو ماهوش ريزيدون فيسكال في تونس، هذاك راه معنا ما نعمل له حتى شيء، يتصرف كما يحب هو وينجم يحلها الشركة هذيا اوف شور اموره. تنجم مثلا واحد مقيم في تونس ومقيم يحل شركة أوفشور، كانوا هو ديكلاري، معناتها جاي مدخلها في ليزيتا فينونسيي نتاعو في الديكلاراسيون نتاعو، تنجم تكون ضمن مجمع، تنجم تكون بارتيسيباسيون المجمع هذاك عاملها في الشركه هذيا، كان يعمل ديكلاراسيون وتكون المعلومه واضحه عند البنك المركزي، خاطر التعاملات باش تكون بالعمله الصعبه وواضحه قانونيا وفي ليزيتا فينونسيي نتاعو وعند الاداره الجبائيه، هذاك زاد كيف كيف ويدفع عليها في الامبو، هذاك اموره واضحه. كان ماهوش عامل ديكلاراسيون وكان لا بنك سنترال لا معناتها اداره جبائيه، هذاك اموره مخالفه قانونيا. في العالم فما دي استراتيجي دوبتيميزاسيون فيسكال يسميهم، مثلا شركات عالميه تحب هي تقول لك انا فهمتي جو شيرش معناتها دي ليو او جو بو نزيد نخلي الجبايه نتاعي ندفع اقل، وهكاك انا من حقي كان فما دوتر بقايا، فهمت؟ دونك ينجم يحل شركه اوف شور نوع من الهندسه الماليه، هندسه يعني. مونتاج فينونسي، هندسه ماليه، عنده كونسي فيسكال، لا يعني وجوبا انه خارج القانون، هذاك وقت اللي يعملها بالطريقه هذيا هو باش يعملها الديكلاراسيون نتاعها وباش يدخلها في البيلون كونسوليدي معناتها نتاع اخر العام، معناتها الموازنه اللي تجمع الشركات كلها، دونك وقتها ما عندوش مشكل، تنجم تكون عمليا نظيفه. ما عندوش مشكل، باش نرجع لك السؤال الاخير ومن بعد باش نسمع الضيوف الاخرين، بما انه تقريبا قسمنا الى نوع من الخيارات والمواضيع الكبرى، شويه اخر مع امان نحب نحكي على التشكيكات اللي موجوده حول هذه التسريبات، تسريبات البنما بيبرز، ومع مدام حميده البور نحب نحكي على التعاطي الاعلامي العالمي والوطني، وفي الاثناء شويه اخر ولاول مره تقريبا منذ الاعلان على هذه الوثائق باش يدخل معنا هاتفيا من البرتغال مالك الخضراوي مدير نشريه موقع انكفاضه، من بعد صمت تقريبا من هذا الموقع، مع العلم انه موقع انكفاضه التونسي الاستقصائي اللي موجود على الانترنت هو اللي تبنى الاستقصاء في الشان التونسي، ولذا بعض التوضيحات شويه اخر ناخذوها من عند مالك الخضراوي. بعض الاسماء معز الجودي مال مدام البور، بعض الاسماء رامي وحافظ مخلوف ابناء خال بشار الاسد، أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، إياد العلاوي الثري ورئيس الوزراء السابق العراق، رئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر أصدقاء وشركاء، ملك السعودية سلمان، علاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، علي أبو الراغب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني السابق، رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي خليفة بن زايد آل نهيان، ليونيل ميسي اللاعب كرة القدم، ميشيل بلاتيني فيفا ولاعب كرة قدم سابق، وغيره من الأسماء، منها مثلا رؤساء آخرين، منهم مثلا الوزير الأول الإسلندي اللي الآن يعلن عن استقالته بعد تسريبات البنما بيبرز، أوراق بنما وغيرها من الأسماء. إذن ضم الوثائق اللي تم تسريبها المراسلات بريدية، حسابات بنكية، سجلات عملاء يرجع تاريخها إلى 40 عام من السبعينات إلى 2015، خاصة بعملاء شركة الذي لم يقتصروا على الطغاة اللي معروفين بالنسبة للبعض في العالم من قابل ضدهم ثروات الربيع العربي أو عرفوا بسلاتهم بقضايا فساد وتهريب أموال. ضمت زد القائمة هذه 140 كما قلنا سياسي وأفراد عائلاتهم وشركائهم ومسؤولين حكوميين في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. عملية التسريب قادها المصدر المجهول إلى الصحيفة الألمانية، هذا مهم جدا زاد كذلك، الصحيفة الألمانية زودتش زايتونغ، الجريدة هذه وقت اللي اتصلت بالمعلومات ما حبتش تخدمهم وحدها
ولذا اتصلت بهيئات تحرير أخرى، ولهنا وصلنا إلى 380 تقريبا صحفي استقصائي يعملوا على الموضوع. علاش ناس نافذة من نوع هذا وبالثراء هذا؟ ملوك ينجم يبعث في طيارة الذهب، ينجم يبعث وين يحب هو في العالم، علاش يلتجؤوا إلى شركة أوفشور بمونسيكا ويعمل في 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 كونت، والكونت هذاك ينجم يخرج له من بعد ويولي له معناها فضيحة مالية. باهي نجاوبك هنا خاطر السؤال هذا مهم ياسر. هو قبل الثورة نحن في تونس علاش نبعدوا البعيد، العائلات اللي كانت متنفذة والعائلات الفاسدة يا أخي معناتها العديد من المبالغ اللي سرقوها ونهبوها فين حطوها؟ مو في الجنة الضريبية، وهما كانت كانوا متنفذين وكانوا عندهم السلطة وكانوا تابعين معناتها رئيس جمهورية، ومالغري سا خرجوا لها الجنة الضريبية هذه. علاش؟ خاطر هو يعلموك في الفينونس أون جينيرال معناتها في المالية أنك معناتها ما تحطش البيضات نتاعك لكل فرد سلة، معناتها فو با ميتر تو لي زو دون لو ميم باني، لازمك تفرق ريسك المخاطر نتاعك. دونك حتى امير وحتى ملك نتاع البلاد نتاع بلاد هو عنده برشا فلوس وعنده فلوس في بلاده، يقول لك انا ما تعرفش على البلاوات، نهار تصير انقلاب ما نعرفش تصير، انا نموت فما اولادي فهمتي، ما نعرفش بعد شو باش يصير، دونك خليني نفرقك الفلوس هذوكما ونحط بعض المبالغ فيها جنه ضريبيه هذيا هكاك، معناتها جو ريبارتي مون ريسك. فما عمليه اخرى زاد، ثم موتيفاسيون اخرى بالنسبه للملوك والامراء هذوما، كانوا داخلين في عمليات نتاع عمليات سياسيه وتوا ولا الارهاب وكوربسيون ورشوه ومعاملات وصفقات سيوله دونك حاجته هو بالفلوس تخرج من جهات اخرى. خاطر تصور هو مثلا جاي وعاطي عموله الانسان حاجته به في دوله ويقضي به في قضيته، والفلوس تخرج من البلاد وبعد تخسابيليتي ينجموا يفيقوا به يرجعوا لوريجين، دونك هو باش يهرب المعلومه وباش يهرب الشكوك يخرج الفلوس هذيك من بقعة أخرى ولا يتصبوا من الغادي في كونت واحد آخر الغادي. دونك العمليات هذية فهمتي تتبرر بالموتيفاسيون بالإزاتونت والانتظارات من الأول. سؤال أخير معز، التهريب الضريبي في تونس قداش يتكلف على تونس؟ سمير الشفي عن الاتحاد اليوم يقول ما بين 5 و7 مليار دينار خسارة للدولة. التهريب الضريبي في تونس من أعلى النسب في العالم، صحيح غلط؟ بهنا باش نفاجئكم معلومة نتحمل مسؤوليتها أنا، المعلومة هذية أنه راهو تونس تتسمى جنة ضريبية راهو. نحن شنو يا أخي؟ نحن 54% من الاقتصاد موازي. نحن اشترى الاقتصاد الوطني موازي. إيش معناتها اقتصاد موازي واقتصاد تحتي؟ معناتها ناس ماهمش قاعدين يدفعوا في الجباية. هاربين. فينونس باراليل معزة. فينونس باراليل مش اقتصاد برك. توت افي. ودوفيز باراليل. ومالية. توت افي. دونك أنا تونس هنا علاش معناتها نكذبوا على رواحنا؟ اليوم تونس جنة ضريبية، هذو من 54% معناتها معاملات كبيرة وفما بارونات وفما ناس دور في المينارات مش يدفع في الجباية، زيد على هذايا الناس اللي سوبوزي منظمة ماهيش الكل تدفع في الجباية، تشوف أنت رجيم فورفيتير، تشوف النظام التقديري هذايا، شوف شكون قاعد يدفع في الجباية. قداش خسارة على تونس؟ خسارة توا الرقم الرسمي اللي عندنا اللي متداول ما نعرفش توا الرقم تاع سي سمير شفي، نعرف أنه في العام من 1.5 إلى 2 مليار دينار. نخسروهم معناتها من جراء اليوم تقريبا اللي باش نقترضوهم السنه فوالا توت افي. دونك فما فوالا دونك اما كي تجي تشوف انت زاد فهمت معناتها خاطر فما الحجم نتاع الاقتصاد اللي هارب عليك ماهوش قاعد انت تحت الرقابه نتاعك، تنجم الارقام زيد تكبر زيد لكن تكبر. الرقم الرسمي هو 1.5 الى 2 مليار دينار نضيعوهم سنويا معناتها من الجبال. امال ومدام البور باش تصبروا عليا شويه ناخذ مالك الخضراوي مدير نشريه الموقع الالكتروني انكفاضه. مالك مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوه الهاتفيه. شكرا لاستضافتي. مالك بعض الاسئله السريعه خاطر نحبوا نفهموا معاك برشا حاجات مالك الحقيقه في علاقه بموقع انكفاضه وفي علاقه بتسريبات البنما بيبرز اوراق بنما. متى انطلق موقعكم في العمل على اوراق بنما؟ نحن اتصلوا بنا زملائنا من المجمع العالمي لصحه الاستقصاء لمده 7 أشهر تقريبا. المشروع ديجا كان عنده 3 أشهر من البدايه، نحن اقحمنا فيه مع من الاول بالكل. خدمنا بعضنا، نحن خدمنا مع بعضنا ديجا عملنا على السويس ليكس لو كنت تتذكروا. فكنا نحن شريك من شركاء المجمع هذا من اول المشروع. باش نسمع فيك منيح مالك، لو كان توصل لي الفكره. مالك خضراوي معايا، نذكر ان كان من خارج ارض وطن المكالمه الهاتفيه مع مالك. مالك تسمع فيا؟
نسمع فيك انا. اذا ينطلق العمل منذ قتلي سبعة أشهر. الان منذ الاعلان الموحد، نذكر انه العمل صار ما بين الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، يتعامل مع 370 صحفي يعملون في 107 وسيلة إعلام في جميع أنحاء العالم، وال107 وسيلة إعلام هذوما ما همش شوية، نحكيو على The Guardian، نحكيو على البايس، نحكيو على Le Monde، نحكيو على البي بي سي، نحكيو على مواقع عريقة جدا صحفيا، نحكيو حتى على وكالة تونس فريق الأباتة شوية آخر، تقول لنا في أنا موقع بالضبط كان عمل التاب. لكن مالك، منذ الإعلان الموحد في العالم على هذا التسريب، قلت اللي فما شخصيات تونسية موجودة، هل تؤكد هذا؟ أي أؤكد هذا، فما شخصيات تونسية كما فما شخصيات من العالم الكل. الشخصيات هذية بعضها يعني تنشط في الميدان السياسي، بعضها كثير من الـ يعني المحامين، بعض رجال الأعمال واشخاص متعاديين، ممكن رجال اعمال ما عندهمش امتلاك، ما همش شخصيات وطنيه او عباد معروفين يعني على الساحه الاعلاميه. مالك، عندكم رقم حول عدد التوانسه الموجودين في هذه التسريبات؟ والله تقريبا فما في تونس، كي نحطوا يعني كلمه تونس في البانس دوني في هذه في فما تقريبا 8000 دوكيومون، يعني 8000 وثيقه. تقريبا فما ما بين 20 و40 اسم تونسي. علاش نقول ما بين 20 و40؟ خاطر فما اسامي زاده نتاع ناس ما همش موجودين في تونس، ما همش مقيمين في تونس، وما عندهم حتى علاقه ابار انهم تولدوا في تونس او عندهم علاقه من ابوهم ولا من امهم من تونس. ما بين ال 20 وال 40 تقريبا. ما بين ال 20 و40 وتقريبا 8000. خليني ناكد، خليني ناكد الياس، انه مش الكل هم اشخاص نحن باش نتطرقوا الى اساميهم، نحن باش نقفوا على اشخاص نعتبروا انه الحكايات نتاعهم او انتوليكا ليزاكتيفيتي نتاعهم في بنما تهم الراي العام. هذه هي نحن مهمتنا كصحفيين. به هذا هبش نوصل. انا نسالك مالك الخضراوي، نذكر مالك الخضراوي مدير نشريه موقع انكفاضه، المسؤول في تونس الموقع هذا الاستقصائي عن البنما بيبرز، عن ملف اوراق بنما. وقتاش الاعلان على الشخصيات هذم سي مالك؟ وهل يعني في كل الحالات ان الشخصيات هذه متورطه في تهريب ضريبي؟ أولا وقتاش الإعلان، نحن كما قلنا من المقال الأول اللي نشرناه أن نحن سننشر عدد من التقريرات تخص أشخاص، كل مرة كل شخص سنخصص له مقال لكي نشرح الموضوع بكامله. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي أنه الأسامي كما قلنا جذبهم هكاك في اعلانهم هكاك من غير كونتكست ومن غير المحتوى نتاع الوثائق هذه ما عنده حتى معنى صحفيا. نحن نريد ان اولا نفتح المجال لهذه الاشخاص ان تجيب على اسئلتنا قبل النشر، ونحن اتصلنا بكل الاشخاص اللي نحن باش نكتب عليهم مقالات، فما ناس منهم جاوبوا، فما ناس مازالوا ما جاوبوش، وانا ندعيهم اليوم انهم يجاوبوا لو كان يسمعوا فيا. هذه هي يعني طريقتنا في العمل. حتى مره ما قلنا نحن مهمتنا ماهيش ماناش قضاة، نحن مش نتهموا ناس، نحن نعطيو المعلومات الموجوده في هذه الوثائق، بعدين القضاء ياخذ مجراه ويقاضي من يريد ان يقاضي. باهي مالك خضراوي، نعاود سؤالي، وقتاش يتم الاعلان عليهم؟ على امتداد اشهر؟ على امتداد اسابيع؟ يظهر لي غدوه عندكم مقال ثاني مثلا في شخصيه ثانيه؟ ولا شخصية أولى بالنسبة لي؟ نحن أول أكيد نحن غدوة كنا باش ننشروا، فسنحاول أن ننشر بكرة غدوة يا ربي المقال هذايا. نحب جست نقول لك الياس اللي نحن البارح تعرضنا إلى ضربة إلكترونية على الموقع نتاعنا، وتوا حاليا الموقع بعد ما رجعناه اليوم الصباح عاود تضرب توا تعرفت هالمعلومة هذايا. هذا دليل على أنه فما برشا ناس ما تحبناش ننشروا الاخبار هذه. نحن سنجد طريقه الى النشر في كل الحالات، وسيكون لنا موعد مع قرائنا خلال هذا الاسبوع
بكره غدوه ان شاء الله او بعد غدوه في اقصى حد. به مالك خضراوي، اذا غدوه ولا بعد غدوه، اخترتوا في البدايه انه اول تقريبا مقال يخرج لكم يخص محسن مرزوق القيادي بالمشروع، علاش هذا الاختيار؟ ساعه قبل كل شيء هو اللي اتجه الان الى القضاء، وانتم تحدث له على رسائل الكترونيه قام بها محسن مرزوق إلى الكابيني، هذا مكتب فونسيكا، مونسيك فونسيكا. هل لديكم هذه الرسائل الإلكترونية؟ الساعة قبل كل شيء، عندكم القرائن، عندكم الرسائل الإلكترونية؟ أكيد ليسك عندنا، نحن كما عند 380 صحفي اللي خدموا على هذه الوثائق، الرسائل هذه موجودة، ثم هما عدد منهم تبادل رسائل بين في مرزوق وهذا المكتب، هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية، نحن اتصلنا بفي مرزوق في عديد الطرق، بكل الطرق المتاحة لنا، الإيميل اللي هو استعمله باش يبعث للشركة هذه، ونحن عندنا البرهان على أنه فتح هذا الإيميل بطريقة SMS بالهاتف بالرقم الموجود عند كل وسائل الإعلام اللي هو جاوب عليك يتصلوا به الإعلاميين، وعلى الفيسبوك صفحته الشخصية والصفحة لسيفته السياسية. فنحن حاولنا نعطيه الفرصة إلى سي مرزوق أنه يجاوب على هذه التساؤلات، هذه حاجة الأولى. الثانية أنه نحن ما اتهمنا سي مرزوق بحتى شيء. نحن عطينا المعلومة الموجودة، علاش اخترناه هو؟ لأنه أسهل قضية عندنا نحن هي القضية نتاعو، حتى ما فماش قضية بالمعنى الاستقصائي يعني، أما تبادل إيميلات لم حسب ما علمنا ما صارش فيها يفايد سويت معناتها في الحكاية هذه، فنحن المعلومة نعتبرناها مهمة على الساحة السياسية أولا، لأن فما مسألة أخلاقية هنية وما تتطلبش عمل استقصائي كبير ياسر، فهمتني؟ تطلب أنا نحاول ناخذ تصريح من عند مرزوق. سؤال تقريبا أخير، نذكر أنه محسن مرزوق تقريبا في اللي قلته لا يعرضه لتتبعات عدلية، لكن ينجم يكون فما شبهات سياسية، ولهنا البعض سائل هل يمكن لبعض الأطراف أنها تتلاعب بموقع انكفاض ما بين القرصنة اللي صارت واندساس لمقال حول الرئيس المرزوقي، هو اطلع مقال غلط، وفي نفس الوقت ما بين هذا الخيار حول أنه المقال الأول يكون حول مرزوق، وفي نفس الوقت مرزوق لا معناه ما هوش من الناس اللي عندهم حساب مفتوح في بنما، ولذا الناس قالت هل موقع الكفاضة الآن لا يمكن التلاعب السياسي به وبالقائمين عليه، خاصة أن البعض يعتبر أنكم تبخرتوا في وقت من الأوقات وما عادش فما إمكانية للاتصال بكم. تفضل سي مالك، باش يكون تقريبا السؤال الأخير. الحاجه الاولى انه زملائنا في الانكفاضه ما يعرفوش حتى نحن على شنو نخدموا، معناتها الفريق المضيق اللي خدم مع الوثائق هذيا ما كانش يعطي معلومات الى باقي الفريق. للاساس نحن انا وزميلي لاسباب كانت معناتها ما عندها حتى علاقه بنشر هذا التقرير ماناش موجودين في تونس، وزملائنا في تونس ما عندهم حتى علم على ما سننشر او المعلومات التي نشتغل عليها. فعيب ياسر انهم يجاوبوا على الاعلام، نحن ما اختفيناش، انت اتصلت بي وانا جاوبتك، ما نتصورش اني انا كنت خفي، انا مانيش في تونس، هذا هو السبب الاول. الحاجه الثانيه، علاش شو التلاعب السياسي؟ انا نرى انه فما رد فعل سياسيه قويه ياسر. اولا نهار النشر الموقع نتاعنا يضرب ضربه قويه ياسر، ونعاود نقولها ضربه ما نجمش يعملها هاكر ديبيتون ولا حتى كونفيرمي، ضربه قويه ياسر ودس مقال مفبرك على الرئيس السابق مصر مرزوقي. ننفي انا هذا الخبر اكيد، يعني كانت هذه عمليه قرصنه ونحن عندنا الوثائق اللي تثبت اللي هي عمليه قرصنه. فالرد هو رد سياسي اكيد، نحن قاعدين نشوفه في رد سياسي وتسليه للسمعه نتاعنا، وزجنا في صراعات لا تهمنا. نحن صحفيون لا ليس لنا اي علاقه بالتضاربات والتجاذبات السياسيه الموجوده في تونس. شكرا لك مالك الخضراوي. اذا انا كلمه اخيره بسرعه باش نمشي لضيوفي، غدوه عندكم ولا في الايام القادمه مقال ثاني يخص تسريبات ويخص اوراق بنما يكون منشور على موقع انكفاضه، هذا هو ان شاء الله. هذه
معلومات دقيقه. والايميلوات تاكد لي اللي تحكيوا عليها فيما يخص محسن مرزوق موجوده عندكم؟ اكيد نحن نشرنا يعني نشرنا المحتوى لهذه الايميلات في هذا المقال. أي. اللي فما برشا ناس ما يحبوش تونس يقراوا لانه أي. الموقع نتاعنا يتعرض الى ضربات من ثلاثة ايام الاخرانيين، نحن نشرنا محتواهم ونستطيع ان ننشر يعني المحتوى الكامل لهذا الايميل بمن بعثه ومن تقبله وكل ما يخص هذا الايميل. يظهر لي مطلوب منكم انكم تزيدوا توضحوا شويه مالك، يمكن وبامكانكم انتم عملتوها قبل انه يمكن تنشروا البعض من هذه الايميلات حتى ينقشع شويه الشك وجو الشك اللي موجود. شكرا لك مالك الخضراوي، في اول فرصه اللي تكون على ارض الوطن مرحبا بك في برنامجنا. حميد البور مباشره في التعامل الاعلامي والفيسبوكي و و و احنا ازاء اتحاد دولي للمحققين الصحفيين، وانتم مع شبكه اريج التاب وما ادراك معناه وكاله تونس في افريقيا الانباء، خدمتوا زاد كذلك على اعمال استقصائيه، يظهر لي قاعدين ندخلوا في فتره جديده في تعامل جديد. شنو رايك؟ هل ملك خضراوي كان يحكي على الضربه لقرصنه الموقع نتاعهم؟ ذكروا انه موقع ينشر في مقال، اذا تضرب للقرصنه، اذا فما نيه الاساءه للناس هذوم، ولا يزي فما القرصنة، وزيد حطوا لهم ارتيكل مندس فيه 36 ألف كذا على الرئيس السابق وصف مرزوق، ولذا احنا اذا فتره جديده يظهر. اكيد احنا باش نرجع لوكاله تونس افريقيا الانباء، التعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين واريج هو ضمن شراكه، ونشرنا معاهم يعني ومن خلال الوثائق اللي تمكننا من الحصول عليها، وبعد ما صار استقصائي راهو مساله نسمع ياسر نشر وثائق، راهو الاستقصاء مش نشر وثائق، تعطيني وثيقه انا ننشرها، ماهوش نشر قائمه اسماء، لا ثم مسار تثبت وانه تكون عندك الوثائق الحقيقيه. اذا احنا تعاملنا معاهم في التحقيق الاستقصائي اللي نشرناه في اكتوبر الفارط بخصوص كيف تمكن بالحسن طرابلسي من تهريب الملايين من خلال شركات وهميه الى اخره بالاثباتات اللازمه، واعطينا حتى من خلال المحامي نتاعو فرصه انه يجاوبنا على هذا، هو خير معناه وقال لا معناه هذا مهم جدا في وعندنا شراكات اخرى باش تتواصل. معناتها الهدف نتاعنا هو المرحله الجديده هذه اللي تاسس لدور الاعلام في المساءله، دوره في انه يكون عنده يعني رقابه، دوره كذلك نحن عندنا هاو هيئه فقط منبر للسياسيين ولا منبر محاكمه الفساد ووزاره، إذا كان الإعلام ما يقومش بدوره شكون اللي باش نجم يقوم؟ يعني احنا من هذا الجانب الهدف نتاعنا هو بطبيعة الحال هو إنارة الرأي العام، هو تكريس دور المرفق العمومي، ما ننساش اللي وكالة تنسيق الأنباء هي مرفق عمومي، هي مؤسسة عمومية في مسائل اللي تهم الناس. هل ستشاركون في نشر انتم على مستوى التاب في نشر الآن زاد كذلك أخبار حول البنما بيبرز اللي انتم شاركتوا في الاستقصاء فيها وإلا لا؟ لا احنا ليه ما شاركناش في الاستقصاء فيها هذية؟ نعرف انتم اللوجو تاعكم موجود على الصفحة، لكن لأنه عندنا معناها تعامل مع تعامل بالضبط مستمر، نجم أي. تكون موجودة في فترة ما في شهر ما في موضوع معين معناتها ما أي. لكن الآن احنا ماناش معنيين بال نرجع لك مدام شوي آخر على تجربتك الصحفية زي كذلك، على خاطر كما قلنا قد تتغير الأمور الآن بالعولمة وخاصة الولوج إلى المعلومة الرقمي إلى المعلومة. نمشي لك أنت أمال، أمال أنت تقول أتنسيون حذاري، أنت من الناس اللي يقولوا حذاري، حذاري من الناس اللي يلهيكم واللي يغيروا وجهة الرأي العام، حذاري من أنه يكون فما تلاعب عالمي بالمعلومات ينجم يهزنا الجهات وينجم يهزنا المتاهات احنا ماناش في حاجه ليها. هذا تقريبا زاد كذلك كلام كمال. تفضل. نستسمحك قبل ياس كان مترشمين، نحب انا نزربكم شويه راه نحب لا اما جو تيان باش نعزي الشعب التونسي دو نوفو على موت في موت الشاعر الكبير صغير وليد احمد اللي هو ضمير الشعب، ونحب نقول اللي اليوم وقع تأبينه من طرف مراه معناتها غياب، معناتها نتمنوا غياب خطابات سياسيه في وقت هذه معناتها ويعطيها صحه الشعره هي حياه حمدي فريمون يعطيها صحه. نحب نرجع للي صار هذه بالنسبه لينا كصحفي عندي سيت ان ايفينمون بالنسبه لتونس، صح؟ علاه؟ ليس بحدث لا
على خاطر على مستوى الواقع في تونس وهاتوا نشوفوهم لاسامي ما بين 20 و 40 كما قال معز اللي صاير في تونس كم معناتها كم الفساد اللي موجود قدام عينينا واللي باش تلهى به هيئه سي شوقي طبيب اكثر من اللي باش تقع في بنما هذه ادون ادو بنما اللي توا خرجت الوثائق كومبارازار معناتها عندهم عام تعطاو الوثائق كما قالت حميده بالحق يلزم عمل معناتها يلزم مسار استقصاء يلزم ثم مسار لكن جات الوثائق وقاموا بإهدائها للصحيفة الألمانية اللي عندها امتدادات في أوروبا الشرقية توا هذا الكل جاء بالحق هو صحفي يلزم يقوم بعمل استقصاء لكن يلزم يتسائل علاش توا وعلاش في بلداننا وباش نقول لك حاجه اخرى ليس 370 صحافه 177 نعم. اعلام نعم. من اقوى وسائل الاعلام في العالم سامحني وزير يستقيل في اوروبا مش بلداننا معناتها جوستومون اسكو انا مانيش نحكي على بلداننا جوستومون مانيش نقول هذاك علاش قلت ستة شنو فكرتك الاساسيه اللي قاعد تضرب اللي قاعد تو تضرب كيف تشوف الاش اس بي سي تشوف سوسيتي جينيرال فما توت ان سيستيم اللي قاعد يتقاد لو سيستيم فينونسي اوروبيان قاعد يتضرب زاده وقت اللي يخرجوا لك الوثائق علاش تو حتى يعني اذا كان هو ناخر الفساد خليه يتضرب يا اخي انا مانيش ندافع عليه انا نسال في الاسئله انا مانيش ندافع عليه كان ناخر الفساد ثم قاعدين هما ياخذوا انت شفت معناتها لي ديكلاراسيون نتاع وزير الماليه الفرنسي شفت شنو صار كيف استقاله الوزير مش هذا المهم انا بالنسبه لي يلزمني نتسائل علاش توا كيف ما صار في ويكيليكس وحضرنا للربيع العربي كيما توا انا قاعده نستنى شنو باش يصير من بعد خاطر الملوك اللي تحكي عليهم ما يهمهمش راهم انا من الرعايه نتاعهم يسمعوا باللي خرجوا فلوس ما عليهم نحن ديمقراطيه لكن احنا جوستومون دونك احنا التاثير دونك احنا يلزمنا نستناو شنو باش يكون التاثير على المشهد السياسي هذا كلام فوالا هذوما الاسئله اللي التاثير على المشهد السياسي التونسي في الاسابيع القادمه وقت اللي يخرجوا الاسامي ونشوفوا كميه الاموال اللي موجوده مع العلم انه باش الناس تعرف راهو الاموال اللي تخرج في تونس في لي باغادي فيسكو ما يرجع منها حتى شيء وسي معز الجودي يعرف معناتها راهو اللي فلوس والبرة سي قاعده تغادي حميده البور امال تقول لك انا ساقبل كل شيء الشيء هذا ماهوش مجاني ينجم يكون فيه هندسه وينجم في تقريبا نظريه مؤامره مالي اذا كان تسمح فما مؤامره هي تقول ولذا شو رايك انا كصحفي نعتبر الحقيقه امام هذا الكم من الاستقصاء حقيقه شو رايك انا نعطي الكلمه للوقائع مش قلتي انه صحيح انه تقول ثم تضارب ضريبي تهرب ضريبي في تونس يلزم كذلك عمل استقصاء اي ربما ثم ناس تخدم عليه الموضوع هذا كيفاش يتم الى اخره كيفاش تم محاربته الى اخره هذا هذه مساله يلزمنا نهتم بها مش على خاطر ثم موجود في تونس معناتها نغض انا الطرف على شنو اللي موجود راهي حلقه متكامله وهذا فولي معين هذا جانب معين من حقه المواطن باش يعرف من حقه باش يعرف خصوصا وانه يعني المسائل هذه تمس فئات مختلفة تمس رجال أعمال تمس محامين تمس العديد من الناس أنا الإشكال متاعي فضل. هو أنه هل أنه ثم مسار استقصائي خاطر تقريبا الوقت مسار استقصائي صحيح أم لا هل أنه وانت بالنسبة لك صحيح أم لا حميدة أنا يزمني ثبت أنا ما عملتوش هي. أنا يزمني نقرأ الأعمال ونثبت وبعد نقول لك اما انا مش هكيك على الكلام الاشكال ان نحن اليوم قعدنا ندوروا اللب خليناه يظهر لي وقعدنا في بعض شو اللب حميده البور اللب هو انه كيفاش تم هذا وعلاش وشنو الاسباب وشكون هم الناس هذوما خلينا نعرفوا كيفاش والحجم والحجم ثم بعد ذلك أي. اني انا نقول هذه معناتها فيها وعليها ولا مش فيها ولا حاجه اخرى هذيك بعد اما الكلمه الاخيره باش نعطيك الكلمه اللي كنتي تفضل عندك ما تقول لي مباشرة نحب نقول لك حاجة الديريكتور جينيرال نتاع لو فيرم تاع روتشيلد اند كو شو يقول يحكي في بلومبرغ كيفاش لي ريش الاغنياء ينجموا يتجنبوا باش يخلصوا الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية يحكي قال لهم تنجموا تعاونوا لي كليون نتاعكم العملاء نتاعكم وتجيبوا لي فورتون الثروات نتاعكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكل امن تاكس فري معناتها الولايات المتحده انت قاعده تقول الولايات المتحده الامريكيه قامت بكل هذا باش باش يا ليس يا ليس بربي معناتها مش الخرافيه مش ولا هي هي نحبش ندخل في الكاريكاتوريزاسيون نتاع نظريه مؤامره انا ما نقولش نظريه مؤامره ثم دي زونجو
ثم لعبه عالميه، ثم العاب عالميه، وتبييض الاموال ما بداش من توا. احنا نعرفوا لي باغادي فيسكو عندهم معناتها عشرات السنين موجودين، لكن العالم تغير. انا نقول لك العالم مش تغير، العالم هو نفسه، لكن اللعبه قاعده تتبدل. نحب نذكر باللي بعد الازمه الاقتصاديه الماليه اللي تسبب فيها الولايات المتحده، خرجنا كيف كيف بحكايه لي باغادي فيسكو، وعومنا مسؤوليه الولايات المتحده في انها قادت ازمه ماليه عالميه. دونك ما انت اوموا ما انت هذيا شكوا شويه تقول اوموا اون سوبوز لي فيغيتاب كيستيون، نتسالوا الاسئله الصحيحه. 30 ثانيه. كنت نسمع في سي مالك الخضراوي، عندي معناتها نحترم العمل نتاعو، لكن عندي مشكله في التمشي نتاعو. شو يقول هو؟ يقول نتصلوا، نحن كي جينا المعلومه نتصلوا بالاشخاص هذوما ونخلي لهم مهله باش يجاوب. اي الشخص هذاك يعلم انه تكشف هو، ما تخلي له الوقت باش يهرب. اي لكن حق الرد لازم يكون مكفول، حق الرد لازم يكون مكفول. باش يعرف هو تكشف. انت عندك قرائنك في الاثناء مواز، انت عندك قرائنك في الاثناء. دقيقه سامحوني الوقت داهمنا، لكن كان مهم انه نسمع مواز مالك الخضراوي اللي ما سمعناهمش. الفريق هذا فريق انكفاض. علاش اسمها انكفاضه؟ انا فهمتيش بالعربيه. انك هي الحبر والانتفاضه، الزوز مع بعضهم يعطيو انكفاض. شكرا لكم على المتابعه مواد الاخبار. شكرا مدام حميده، شكرا امال، شكرا مواز، شكرا مالك الخضراوي، شكرا لكم خاصه. في الامان.